السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وعشركم بروكة. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة قديمة بزاف بزاف بزاف. الوصفة جدودنا هي الحلوى الطابع او الحلوى المرشم اللي طبعا غنية عن التعريف. انا زدت لها واحد المكون اللي عطاها واحد الهشاشة، جات لذيذة بزاف في نفس الوقت، جات مقرمشة وهشيشة كتذوب في الفم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو هذا تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء باش كتعم الفائدة. واذا عجبكم المحتوى والفيديو ديالي ما تنساوناش من لايكات والتشجيع ان شاء الله واحلى كومنتاريوس كما العاده. نبداو على بركه الله مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كنجيب واحد البول اولا قسعه اللي عندكم توفر. هذا هو الطابع اللي دائما كنجبد لكم الحاجه من قديم 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 الزمن، باقي كنظن كيتباع ولا ما بقاش الله اعلم. انا عطاتو لي الصديقه ديالي الله يذكرها بالخير، صراحه كان عندها قديم الام ديالها الله يرحمها ويوسع عليها، فقلت لها خليه لي باش نعمل به هذه الوصفه هذه، لان الصراحه وصفه تستحق البارطاج والمشاركه. اللي عملت هنايا 125 غرام من الزبده، انا عملت غير نصف الكميه. اذا بغيتو نتوما تعملوا كميه كبيره بامكانكم تعملوا كميه كبيره. وغنعمل بشر واحد الليمونه. ولي للتوضيح بزاف ناس غيدخلوا يقولوا الاكرام الحلوى زمان ما كانش فيها الزبده، طبعا عندكم الحق، الحلوى زمان كان فيها غير البيضات والسكر والزيت وصافي، ولكن كتجي شويه قاصحه ما كتجيش هشيشه. انا قلت لي ما لم تخلى المكون هو الزبده اللي صراحه كتعطي واحد الهشاشه في نفس الوقت القرمشه. اللي ما بغاش يعمل الزبده كيبقى الاختيار ديالو، ولكن اذا طبقتوا هذه الوصفه هذه غتعجبكم بزاف بزاف، والصراحه اللي كلاها ولي دقه عجباته مزيان وبزاف. المهم كما قلت لكم 125 غرام الزبده، درت عليها واحد بشر واحد الليمونه، كنحاولوا ما امكن نبشروا غير ديك القشره الاولانيه، حاولوا ما امكن ما توصلوش ديك القشره البيضاء باش ما كتطلقناش المروريه في الحلوى ديالنا. غنضيف عليها كاس من السكر سنيده، نتوما غتلاحظوا معايا دابا، وغنضيف هنايا غنبقى نحرك مزيان اولا نمزج ديك العناصر بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لقياس ديال الزمان انا قلت لكم كنا كنعملوا قياس كبير، كنعملوا طاسه ديال الزيت طاسه ديال السكر يعني زلافه اربعه ديال البيضات، هذا هو القياس ديالها. الخميره لاباني اولا الليمونه محكوكه اولا القشره ديال البرتقاله محكوكه والطحين، ولكن انا قلت لي مالا نعمل الزبده وصراحه كانت النتيجه روعه روعه. مهم كنحاول ما امكن نمزج. انا دائما كيعجبني نعطيكم قياسات صغاري، لان حنا على عيد المولود النبوي بغيتو تشكلوا مدوزات كتعملوا شويه من الحاجه، بغيتو تعملوا قياس كبير كيبقى الاختيار ليكم. ضفت واحد الكاس الا ربع من الزيت النباتيه، دائما ملي كنستعمل الزبده ما كنبغيش نكثر من الزيت. وهنا ضفت جوج الحبات من البيض، ودائما المكونات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني قبل ما نبداو نشتغلوا كنخرجوهم واحد السويعه ديال المكانه قبل. اول حاجه كنحاولوا ما امكن نحركوا الزبده مع السكر باش كتعطينا واحد القوام، عاد كنضيفوا البيض والزيت، لان ودا عملنا البيض باول مره مع السكر كيبقى فحال اللي كيبقى هكذا بالخيوط. من الاحسن تدعجنوا الزبده مع السكر عاد ضيفوا البيضات والزيت، وكنحركوا غير هكذا بالاصابع ديالنا بهذا الشكل هذا حتى العناصر ديالنا كتندمج مع بعضيتها بهذه الطريقه هذه. فهاد اثناء الفرن دائما كنسخنوه قبل ما نبداو نشتغلوا على درجه الحراره 180 من تحت ومن فوق. دابا غنضيف هنايا الدقيق، انا هاد اليومين بغيت نعطيكم حلوات اللي ساهلين واقتصاديين واللي يكونوا في متناول الجميع، لان بزاف الكومنتاريوس كيجوني اختي اكرام دابا الغلا والاسعار طلعات وهذه عطينا شي حاجه قليله. ضفت هنايا معلقه من خميره الحلويات من فئه 8 غرام. علاش كنت كنعمل لكم بيدي هيدا؟ لان اذا بغيتوها تكون عاليه ومنفخه بغي عملوا خميره كامله 15 غرام. انا الصراحه ما كتعجبنيش هذه الحلوه تكون منفخه، كتعجبني بحال كيكز الماكينه كتجي مقرمشه شويه متوسطه مرقيقه بزاف مغليطه. كاين بزاف الناس كيعملوها شويه غليطه عاليه، ملي كتقطعوها كتبقى من داخل خضره كتبقى شويه واقفه، يعني كتبقى بحال اللي بشكيتو ما تقولش الحلوه. كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا، كنبقى ندير الدقيق شويه بشويه. وهذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، ما تخليوهاش قاصحه بزاف وما تخليوهاش في نفس الوقت خفيفه، هذا هو القوام ديالها باش كتجينا هشيشه ملي كطيب في الفرن. دائما حلوى الزبده اذا عمرنا لها الطحين كتجي قاصحه ما كتجيناش هشيشه، هذه كملاحظه بالنسبه للمبتدئات. هنا كنجيب ورق الزبده، كنعجن ورق الزبده وكنفرد العجين ديالي بين جوج الورق الزبده بهذه الطريقه هذه او لاي بلاستيكه عندكم. حاولوا ما امكن ما ترقوش العجينه بزاف، لان ماشي الصابله اللي غنلصقوا جوج الحبات مع بعضيتهم، هذه الحليوه هذه عاد بقى كل حبه بوحديتها.
انا ما خليتها لا تبرد ولا ترتاح في الثلاجه لا نص ساعه ولا والو، يعني ديريكتومين تاع عدلتها فحال اللي كانوا كيعملوا شحال هذه الامهات ديالنا والاجداد ديالنا. دابا غنجيب الطابع المشهور والتقليدي العريق وغنبقى نطبع بالاشكال اللي بغيتو، غنعمل نجيمات بهذا الشكل، هادو شجيره صغيره كوراسونيس والطيار. المهم انا غنبقى نطبع من كل حاجه شويه شويه. غنجيب واحد السينيه اللي عندكم غلفه حتى هي بدوره بورق الزبده باش ما كتلصقش الحلوه ديالنا، وهذا هو القوام ديالها. نتوما كتلاحظوا بالنسبه للسمك ديالها كيبقى الاختيار ليكم، بغيتو تغلطوها غلطوها، بغيتو تخليوها كما عملت انا كيبقى الاختيار ليكم. انا ذوقي الشخصي ما كتعجبنيش الحلوه غليظه، نتوما لكنا الاختيار. صافي كنحاول انني نجمع البقايا ديال العجين، ما كنعجناش شي اولا كندلكه، مجرد كنجمع بهذه الطريقه هذه بيدي، عاو كنحاول نفردها للمره الثانيه. سهله دغيا كتوجد معنا الصراحه، وكنحاول انني ما نخليش العجينه ديالي رقيقه بزاف. صافي هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا على العجينه. انا كنحاول ما امكن انني نشرح بالنسبه للمبتدئات كيفاش يخليو العجينه ما يرقوها شي بزاف. انا غنضيف هنايا هذا الشكل بوحديتو دائري، لان ما كانش عندي في داك الطابع ولا المرشم، وقلت نعمل له واحد اضافه خاصه باش كتجي الحلوه ديالنا بشكله تقدروا تبدعوا، يعني ماشي ضروري يكون عندكم داك المرشم، اذا ما كانش تقدروا تعملوا اي مرشم عندكم. هنا عندي واحد صفار ديال البيض مع قطرات من الخل، واحد القطيره صغيره من الحليب، خلطتهم مزيان وغنبقى ندهن وجه الحلوه ديالي بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهادو اللي مدورين هانتوما غتشوفوا شنو غنعمل فوق منهم، وبالنسبه اخر العاديين غنخليهم كما كانت الام ديالنا كتوجد لنا هاد الحلوه. كنعمل فوق منهم السكر، هادو غنعمل فوق منهم لوز ايفيلي كما قلت لكم بغيتو تعملوه. ما اذا ربما يكونوا بعض الاخوات ما عندهمش هاد المرشم هذا، فعطيتكم الحل تقدروا تعملوا مايده دائريين وتعملوا فوق منهم شويه ديال اللوز ايفيلي ولا السكر، واللي توفر على هاد المرشم يعمل هاد الاشكال هذه. طبعا الشكل ما كيبقاش مهم، ولكن الاهم هو المذاق والهشاشه اللي كتجي في الحلوه. ولكن طبعا المرشم كيعطينا واحد ذكريات جميله، ذكريات الطفوله مع هذه الحلوه هذه. كنحاول ما امكن ندهن حتى هذا الوجه هذا الحلوه اللي باقي لي، وهاد الطوابع هادو غنعمل فوق منهم ان شاء الله شويه السكر باش كتجي ديك الطبقه مقرمشه من فوق، شويه السكر سنين داغي شويه بحال هكا. وبما ان نهار اللي تبغيو توجدوا هاد الحلوه كنصحكم دخلوا وليداتكم معكم المطبخ، غيجبروا واحد المتعه هائله جدا، لان كيبغيو الاشكال فحال هيدا كتجيهم حلوه ومزيونه، خصوصا داك الشجيرات والنجيمات. المهم عند داخل الفرن على درجه الحراره 180 من تحت ومن الفوق، كطيب العافيه مهيله. وكما قلت لكم اذا لاحظتوا تشوف كيف كتنفخ في الفرن، يعني كيزيد كتنفخ شويه كتكبر شويه، لهذا ما تخليوهاش غليطه بزاف، في نفس الوقت ما تخليوهاش رقيقه. وهذا هو الاشكال الثانيه اللي عملت، السينيه الثانيه عملت الطويار وعملت هاد الاشكال هادو حتى هما غنطيبهم. هانتوما شفتوهم اللي خرجت من الفرن، انا كيعجبني نحمرها شويه كتجي مقرمشه، كتعجبنيش الحلوه تبقى بايطه من داخل وخضره. والشكل ديالها هانتوما كتلاحظوا الطبخ دي الطهي ديالها، يعني كتجي ما هي طيبه بزاف ما هي خضره. غنتسنى على هاد الحلوه ديالي تدبرد ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله، باقا سخونه بزاف بزاف. هذا هو الشكل النهائي الحلوى ديالنا من بعد ما طابت. هادو هما داك الشكلات الطابع القديم زمان، عملتهم فواحد الطبيسيل بوحديتهم، اشكال مختلفه متنوعه، واللي عملتهم على شكل دائري عملتهم في الطبيسيل بوحدهم كيجيو حتى هما راقيين في الحاطه، وفي نفس الوقت كيجيو لذادين. طبعا اللي كتعجبو في حالات الحلوى كنتمنى تجربوها، تسردوها لي في انستغرام كما العاده اللي كنخلي لكم دائما في صندوق الوصف اطباق اكرام. كنتظر تطبيقاتكم وكنبارطاجيها دائما في ستوريز ديالي، حلوه لذيذه وسهله وفي المتناول. وكنتمنى كل بيت الاخوات على بالنسبه الناحيه الاقتصاديه انني عطيتكم شي حاجه اقتصاديه وسهله وفي المتناول. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوناش من البارطاج واللايكات، وشكرا لكم على حسن المتابعه، احبكم في الله. وقبل ما نختم معكم كما العاده ضروري ما نقطع الحليوه باش تشوفوا الهشاشه ديالها والقوام ديالها من الداخل. هانتوما كتلاحظوا ما شاء الله كتجي مقرمشه ولذيذه. السلام عليكم.